السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته البنات. اليوم ان شاء الله غنقدم واحد الوصفة ديال الحلوة ديال القرقاعة اللي كطيب فوق يعني فوق البوطة. بقاو معايا باش تعرفوا المقادير. كنحتاجوا الزبدة، كنحتاجوا 125 غرام، وكنحتاجوا جوج بيضات، كنحتاجوا الخميرة ديال الحلوة يعني شوية، واحد معلقة، معلقة صغيرة، كنحتاجوا السكر كلاصي يعني السكر ناعم على حسب الرغبة ديالكم، وكنحتاجوا نص كاس ديال النشا، وكنحتاجوا الطحين على حسب الخليط. وبالنسبه للنكهات اللي بغيتو ديروه ديروه، انا عملت هنا القشور الحامض، يمكن لكم تستعملوا الفانيلا او اللي بغيتو. وكنحتاجوا لهذه المقله هذه اللي معروفه، اللي فيها الشكل ديال الجوزه او القرقاعه. بقاو معايا، دابا غنخلط هذه المكونات مع بعضياتها، من بعد ان شاء الله ونوريكم هاد الحلوه هذه كطيب فوق البوطه، كتجي زوينه. ويمكن لكم تعمروها باش ما بغيتو يعني بمكسرات مع الشوكولاط او اللي يعجبكم. دابا غنخلط هاد السكر كلاصي مع الزبده، نحصل على واحد الخليط، من بعد ان شاء الله غنطلق. بعد ما خلطنا جميع المكونات، دابا كنضيف الطحين ومع الخميره ديال الحلوه، وكنخلط وكنبقى نضيف الطحين شويه بشويه حتى كنحصل على واحد العجينه تكون متماسكه، من بعد ان شاء الله ونطلق. بقاو معايا. بعد ما عجنا العجينه ديالنا وحصلنا عليها على هذا الشكل هذا، ما كتكون لا قاصحه لا خفيفه، كنشدوها كنعملوها يعني كبيضات، كنديروا لها كويرات صغار على حساب ديك المقله القرقاعه. كنعملوا المقله تسخن، من بعد ان شاء الله غادي نعملوا هاد الاشكال هذا، غنحطوهم في هذيك القرقاعه، ومن بعد ان شاء الله نوريكم كيفاش ديروا لها. بقاو معايا. كناخذوا المقله ديالنا اللي سخونه، كنعملوا فيها هاد حبيبات ديال العجينه، دابا غنسد عليها وغنعملها فوق البوطه، من بعد ان شاء الله نوريكم. كناخذوا المقله ديالنا كنوركو عليها بيدينا، وكنعملوها فوق البوطه، وكنخليوها مره مره يعني نحركوها، ومن بعد ان شاء الله نحسو بها طابت غنقلبوها من الجهه الاخرى. بقاو معايا باش تشوفوا كيفاش الحلوه ديالي. من بعد ما درتها في هذه المقله، ها هي تحمرات شويه، دابا غنقلبها من الجهه الاخرى. يعني بنت ليا صافي طابت، غنقلبها من الجهه الاخرى صافي، ونخليها طيب. كنحصلوا عليها على هذا الشكل هذا، من بعد ان شاء الله ونوريكم كيفاش غتعمروها، كتجي يعني طايبه من الوسط ومن على برا. بقاو معايا. من بعد انا غنسالي هذه الكميه ديال الحلوه اللي عندي وغادي نعمرها، ومن بعد ان شاء الله ونتلاقاو. بقاو معايا. في الاول كدهنوها بالزيت باش كتعاونكم باش ما تعذبكمش فاش تبغيو تحيدوها. غنستمر من بعد ان شاء الله وتشوفوا الشكل النهائي ديالو، من بعد كنعمروه وتشوفوا الشكل النهائي ديالو في الاخر كي كيجي. كتجي الحلوه زوينه وكتجي يعني طايبه والمذاق ديالها زوين، وان شاء الله تعجبكم وتجربوها وتردوا عليا الخبر ان شاء الله يا ربي. الحلوه ديالنا ها هي طابت، دابا غنمروا باش نعمروها. كنحتاجوا الفول السوداني محمر ومطحون ومهرمش على حسب الرغبه ديالكم، يعني شحال ما بغيتوا، اولا ديروا اللوز اولا اللي يعجبكم. هذا الشوكولات اللي كنت سبق لي وحضرته، اللي بمكونات بساط تيجي زوين وتيجي المذاق ديالو رائع. دابا غنخلط به هاد الخليط هذا، من بعد ان شاء الله ونطلقوا. بقاو معايا. كناخذوا الحلوه ديالنا وكنعمروها بهذاك الخليط ديال الكاوكاو اللي مخلط مع داك الشوكولاط اللي كنت صايبت، وكنسدوها كيبقاو هذوك الجوانب كنديروهم غير بالموس باش كتعطينا الشكل ديال القرقاعه. وكنحصلوا عليها على هذا الشكل هذا، كنستمروا حتى كنساليو وكنحصلوا على هذا الشكل النهائي ديال الحلوه القرقاعه. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم وتردوا عليا الخبر. الى عجبكم الفيديو دعموني في القناه ديالي، ما تنساوش التسجيل. مرحبا بكم، كنتمنى لكم دائما الخير. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، وبالصحه والراحه. راه كتجي غزاله.